مساء الخير على كل متابعينا الكرام، متابعي شاشة النهار ومتابعي برنامج أنا حواء. أهلا بكم وفقرة جديدة وفقرة حياة مع سهى خير اللي بنقدمها لكم كل حلقة، بنتناول فيها المشاكل والموضوعات اللي بتخص حياتنا وبنحللها وأيضا بنقدم لها الحلول من خلال مختصين بيكونوا معايا كل حلقة إن شاء الله. فقرة دلوقتي هنتكلم فيها عن الأمراض المرتبطة بالمخ والأعصاب، وبالتحديد الجلطة الدماغية وأيضا الشلل النصفي، أسبابهم وعلاقتهم بطب العلاج الطبيعي. ويسعدني النهاردة أن يكون معايا في الموضوع ده الأستاذة الدكتورة رانيا السيد، دكتوراه واستشاري العلاج الطبيعي لأمراض المخ والأعصاب بالقصر العيني جامعة القاهرة. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا يا حبيبتي. أهلا بيك، منوراني النهاردة. مبدئيا كده عايزة أعرف يعني إيه جلطة دماغية وإيه أسبابها والتأخير في علاجها ممكن يؤدي إلى إيه؟ طيب، أولا عشان الناس تبقى عارفة، جلطات المخ أو طبعا نزيف المخ هيؤدي نفس النتيجة، أو بنسميهم هما الاثنين مع بعض، الجلطات او نزيف المخ، في ناس بتطلق عليه كلمه السكته الدماغيه. تمام، يبقى ايا كان التشخيص يبقى هيبقى نفس العلاج ونفس متفقين ان ليها كذا اسم. تمام، جلطه المخ دي اللي بيحصل انه في طريق في طريق الدم بيحصل فيه اسكيميا، يعني ما بيوصل مكان في المخ ما بيوصلوش دم. تمام، نتيجه انه حصل جلطه او حصل نزيف في المخ. ده الفاسكولار كوز، ده بيعمل للشلل النصفي، بيعمل شلل نصفي عكس الناحيه المصابه. يعني لو الجلطه في الشمال هيجي شلل نصفي في الناحيه اليمين والعكس. تمام، المهم جدا جدا في جلطات المخ والشلل النصفي، يعني اللي انا دايما بحب انوه الناس عنه، اتفضلي، ان هو بيبقى هما العيان بيعدي المفروض بسبع مراحل. اتفضلي. تمام، السبع مراحل دول يعني اذا العيان ما تعالجش صح، وده اغلب الناس عندنا، نتيجه انه العلاج بيبقى غلط ومع ناس يعني ممارسين يعني قصد حضرتك سرعه العلاج ولا العلاج الصح؟ يعني دي كارثه في حد ذاتها. الاثنين. يعني العلاج الصح دي كارثه انه ما تعالجش صح. انت زي ما انت عرفتيني في الحلقه، انا الماجستير والدكتوراه علاج طبيعي لامراض المخ والاعصاب. تمام، ففي ناس حتى اللي هم بيبقوا جنرال يعني ممارس عام وكده في العلاج الطبيعي او كده، بيجي يشتغل ساعات اصلا بيحصل ما بنشتغلش يعني في التوقيت الصح. تمام، العيان ما بيبقاش خد الحاجه الصح في الوقت الصح. تمام، وفي نفس الوقت انا محكومه بوقت، كل ما ابدا فيه بدري كل ما خدت نتائج احسن افضل طبعا. احنا كان زمان، يعني لسه في دكتور زميلنا بيسالني على حاله، بيقولي احنا كنا زمان، يعني هو الحمد لله بفضل الله مبسوط جدا من نتيجه، بيقولي احنا كنا زمان العيان اللي جات له جلطه في المخ ولا جاله مشكله في النخاع الشوكي خلاص ده اتشل وانتهى. تمام، احنا دلوقتي الحمد لله في تطور، بس التطور ده انه العيان يمشي ويعيش حياته بشكل طبيعي متوقف على ان احنا نتعالج صح. العلاج الصح ده انه العيان عندنا علشان يمشي صح يبقى قلنا التوقيت، عشان عندنا نظريه اسمها نيورال بلاستيستي. يعني ايه نيورال بلاستيستي؟ يعني في ناس يقول لك لا، دي خلاص الجزء اللي في المخ اللي حصل فيه تلف ده خلاص مش هيرجع تاني. تمام، لا بيرجع تاني عن طريق ان احنا في نظريه اسمها نيورال بلاستيستي، ودي نظريه علميه، احنا مش بنقول كلام مش علمي، لا بترجع عن طريق نظريه النيورال بلاستيستي، ان في خلايا في المخ سايلنت ملهاش وظيفه، بتاخد وظيفه الخلايا المصابه، بتحل محلها اذا عملنا التاهيل صح. اوكي، الحاجه الثانيه انه ممكن يحصل حاجه اسمها نيرف سبراوتنج، يعني الخليه العصبيه تطلع فروع جديده. طب كويس، والكلام ده اتعمل عليه ابحاث عالميه. اوكي، تمام. الحاجه الثالثه انه ممكن المخ نفسه مع كتر التاهيل الصح يعيد تنظيم وبناء الخلايا من الداخل لاسترجاع الوظيفه المفقوده. اذا يا دكتور برضو اليه ان انا اسرع في العلاج دي خطيره جدا. طبعا الاليه بقى والطريقه. تمام، طب ده بنعمله ازاي؟ عن طريق حاجتين. التوقيت بتاع العلاج زي ما قلنا مهم، انه بتبقى نظريه النيورال بلاستيستي دي لسه نشطه قوي، فبنجيب نتائج كويسه، وما بيكونش لسه العيان دخل في ديفورمتس تشوهات وحاجات نتيجه اللي حصل. والحاجه الثانيه انه البرنامج علشان نقدر ننشط النيورال بلاستيستي دي، يعني كل الابحاث قالت ايه؟ انه كل ما انت عملتي تاهيل مكثف لفترات متواصله كل ما جبتي نتيجه افضل. طبعا افضل. يعني ايه تاهيل مكثف؟ يعني احنا بنعمل جلسات يوميه 6 ساعات يوميا. تمام، بمعنى
اذا عيان مثلا، ودي الغلطه اللي بيقع فيها معظم المرضى، اذا عيان مثلا جاله دكتور البيت عمل له جلسه ساعه يوم بعد يوم، خلاص هو اصلا انت الساعه دي ما لحقش المخ يحفظها. تمام. فاللي هيحصل ايه؟ اول ما الدكتور سابك ومشي هيرجع المخ لوضعه الطبيعي تاني، هيترجع تاني ناسي حركه، يجي لك بعد يوم او بعد يومين ما عملتش حاجه، كل جلسه بتبدا من اول وجديد. لكن احنا بنعمل برنامج مكثف 6 ساعات يوميا. تمام. لمده يعني الحد الادنى شهر، الماكسيمم بنوصل ل4 شهور. تمام. طيب خلينا بقى ندخل سريعا كده يا دكتور في موضوع الشلل النصفي وعلاقته بالعلاج الطبيعي، برضو سرعة الاستجابة للعلاج أو التأهيل، إيه أفضل؟ لأن السرعة والتكثيف برضو زي الجلطات الدماغية، ولا دي طريق تاني والتأهيل تاني أو شكل تاني في العلاج؟ لا، هو الجلطات الدماغية بتسبب شلل نصفي. تمام. تمام. او في اسباب كتيره طبعا زي مرض الام اس، بس الام اس بنشتغل معاهم اللي هو التصلب الدماغي، طريقه علاج ودي طريقه علاج، بنشتغل معاهم ليهم طريقه مختلفه عن الجلطات. تمام. عشان يعني في اورام المخ برضو ممكن تعمل شلل نصفي، في اسباب كتيره قوي للشلل. تمام. الشلل النصفي يعني. طب طرق التاهيل او العلاج اللي بتستخدموها ايه يا دكتور؟ طرق بقى العلاج، احنا بنمسك جزء جزء. اولا احنا بنحلل المشاكل اللي موجوده في مشكله الشلل النصفي. تمام. اول طبعا بيبقى في عندنا ضعف عضلات في اماكن، وفي عضلات بيبقى فيها تقلص عضلي، مصر سبازم وكسر في الاوتار. تمام. وفي كل حاجه بقى من الحاجات دي بنمسك مشكله مشكله، عشان كده الجلسه 6 ساعات. بنمسك مشكله مشكله من المشاكل دي ونعالجها. يبقى في مشكله كسر العضلات، في مشكله التصلب العضلي اللي قلنا الحقن اللي هو بجهاز التأين الامريكي اللي بنحط الدواء اللي هو بيرفع بوتوكس، ومش هو في نفس الوقت ما فيهوش بوتوكس ولا اضرار البوتوكس، فبيحل المشكله العيان من غير ما يدخل في الازمه بتاعت البوتوكس الى اخر العمر. تمام. طيب احنا عايزين بقى ان شاء الله في حلقه مقبله يا دكتور، لان طبعا احنا مش هنعرف نفرد كل انواع العلاج او التاهيل الطبيعي اللي انتم بتستخدموها سواء في الجلطات الدماغيه او في الشلل النصفي، عايزين حضرتك في حلقه مقبله ان شاء الله نفردهم حاجه حاجه ونعرف الناس عليهم ونسب النجاح فيها قد ايه. نورتيني يا دكتوره رانيا. شكر موصول للدكتوره رانيا، شكر موصول للدكتوره رانيا السيد، دكتوراه واستشاري العلاج الطبيعي لامراض المخ والاعصاب القصر العيني جامعه القاهره. نورتيني يا دكتور. أشوفك في حلقات مقبلة بإذن الله تعالى. انتظروني بعد الفاصل، وأنا حواء وفقرة حياة، انتظروني.